بيراميدز والمقاولون كان ثلاث حكام بس اللي بيديروا المباراه مش خمسه. من بدايه الدوري حتى مباراه المقاولون وبيراميدز كانوا خمس حكام. ليه تم تغيير هذا الموقف؟ ليه بقوا ثلاثه بس؟ كان ممكن تجيب اثنين حكام دوليين، يعني انت جاي جايب ثلاثه من تونس هات اثنين من مصر يكونوا الحكام الاضافيين في هذه المباراه ومشي الامور زي ما كانت، يعني على اقل تقدير. كمان اتحاد الكوره ما ابلغش نادي المقاولين انه هيجيب حكام اجانب خصوصا ان هو صاحب الارض. خلينا نقول ان قانونيا ما فيش اي امور غير قانونيه حصلت في هذه المباراه، المباراه ممكن تتلعب بحكم واحد عادي جدا قانونيا ينفع. ايضا حته ان اي فريق سواء الضيف او المضيف ان هو يختار ان يجيب حكام اجانب ويدفع الفلوس تحديد $15,000 تقريبا على ما اتذكر، ده ايضا قانونيا ينفع، لكن احنا عايزين الامور تبقى ماشيه بحياديه تامه مع كل الفرق وما يبقاش فيه طبعا اي مشاكل بهذا الموضوع. طب خلينا نروح بسرعه للمهندس محمد عادل مشرف العام على الكره بنادي المقاولون العرب. يا باشمهندس مساء الفل عليك. اهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. عايزين نعرف تطور هذه القضيه مباراه فريق المقاولون وبيراميدز، وزي ما احنا عارفين او قرينا ان فريق المقاولون العرب هيقدم تقرير للجنه الاولمبيه، قول لنا كل التفاصيل الخاصه بهذه المباراه. والله شوف احنا بنقول دي مساواه، ده دوري يعني مجموعه من الناس اتفقت انها تقيم على شروط معينه. لو المسؤول عن الشروط دي غيرها المفروض انه بيخطر الانديه او الناس المتسابقين معاه بتغيير شروط. ما علينا من هذا الكلام، تمام. اساسها المساواه ما بين الجميع في المسابقه. المسابقه بتقام بقى لنا سنتين بست حكام او خمسه زي ما بيقول. تمام. ابعد بقى عن حكام اجانب او مش اجانب عشان ما نخش في سكه هو لا الاتحاد يبلغ ولا ما يبلغش، ومن حقه مش من حقه ما نخش في هذا الكلام. انما القانوني ان انا العب زي غيري بالظبط، ومباراه بتتلعب معايا في نفس الوقت ست حكام وانا باربعه. هل ده يحقق العداله والمساواه في هذا الكلام؟ لا طبعا. خلاص احنا بعتنا لاتحاد الكوره بنطالب بالمساواه بيننا وبين الاخرين، بعز المباراه بحكام من سته زي الباقي المتسابقين، منتظرين الرد من اتحاد الكوره. على ضوء الرد هناخد الاجراء اللي بعده، اذا كان الاجراء اللي بعده التصعيد القاء للجنه الاولمبيه، هناخد داتنا حقنا، هنصعد لحد ما نوصل لحقنا في هذا الكلام. طيب باشمهندس محمد، عايز اعرف ايه القرار اللي نادي المقاولون منتظره من هذا او هذه الخطابات بالتحديد، وخصوصا ان المباراه يعني من الناحيه القانونيه زي ما قلنا ما فيهاش اي مشاكل، لكن احنا بنتكلم في جزئيه الفير بلاي بالتحديد، انتوا ايه القرار اللي انتوا منتظرينه؟ القرار بزراعة المباراة، إعادة المباراة. أنا طالب كده. طب وحضرتك شايف إن ممكن القرار ده يعني يتم اتخاذه ولا متوقع إيه؟ أصل صعب شوية يعني أعتقد إن لا مش صعب. إذا كان هناك قانون بينفذ إذا كنت بص إذا كنت صاحب حق أنا عايز حقي. صاحب حقي يقول أنت مش صاحب حقي. وأنا أقدر أوصل لحد ما أوصل للمرحلة اللي تديني حقي. طب الحجة القانونية اللي حضرتك شايفها أو اللي هيقدمها نادي المقاولون عشان يستند من خلالها في إعادة المباراة هتكون إيه؟ أعتقد المستندات كتيرة أول ومتعددة. زي تمام؟ وأنا ما بتكلم في نقطة واحدة بس. أنا لعبت بكام حكم؟ ثلاثة أربعة. كل الفرق في نفس اليوم بتلعب بكام حكم؟ في 360 أو أكثر من 360 مباراة أقيموا الدوري من أول مسابقة. يقام بإيه؟ بهذا الوقت بالظبط. حقي واضح جدا ولا يحتاج لاي مستندات، لكن هنقدم المستندات المطلوبه في الوقت المقرر. تمام باشمهندس، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا مهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكره بنادي المقاولون العرب، وكلمنا على كل الامور الخاصه بمباراه المقاولون وبيراميدز، وقال ان هم بيتمنوا اعاده هذه المباراه، بس اعتقد الموضوع هيكون صعب شويه لان خلاص المباراه اتلعبت من كل النواحي القانونيه، ما فيش اي مشكله قانونيه من خلال متابعتنا وسؤالنا من اكثر من حكم دولي ومن طبقا للوائح والقوانين.